السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة. حلقة جديدة نبدأها من نتائج الجولة 30 من الدوري الكروي الممتاز. الشرطة يهزم الصناعة بهدف وحيد وكورة يتابع تصريحات الفريقين بعد المباراة. الأجواء حارة، صارنا فترة أنا حكيت بهالموضوع، صارنا فترة يعني مو قليلة من بداية الدوري لحد الآن إحنا ملاعبين تقريبا بهذا الوقت أجواء حارة، نفس الشيء بملعب الصناعة، طبعا ملعب مو سهل مزعج على باقي كل الفرق حتى عد صناعة. ما كنا نستحق الخسارة، يجوز فرصة واحدة استغلها نادي الشرطة. صراحة مباراة اليوم يعني كانت تلعب تحت ضغوطات عالية، الشرطة يبحث عن الصدارة، احنا نريد نعدل وضعنا. الحمد لله والشكر، هذا حال كرة القدم، فوز وخسارة. لعبنا أمام فريق كبير مصدر دوري، قدمنا اللي علينا، بعض أوقات المباراة كنا أفضل من نادي الشرطة، لكن هذا حال كرة القدم. كنا ضيعنا فرصتين كانت أهداف، وكنا نقدر نطلع بأفضل من هاي النتيجة، يمكن من خطأ واحد سجله نادي الشرطة، لكن الحمد لله والشكر إن شاء الله. الكابتن أحمد صلاح يعتذر لجمهور الشرطة بشأن الأداء أمام الصناعة ويؤكد القادم أفضل للقيثارة. في البداية نعتذر حقيقة للجماهير على الأداء الباهت اليوم. أنا أعتقد الأهم هي الأهم طبعاً مباراة اليوم فقط، نعتذر على الأداء، لكن عرفنا بتبديلاتنا آخر 10 دقائق عرفنا نأخذ المباراة، وطبيعي جداً أو من 30 مباراة أول مباراة نلعبها الساعة 4:30، هاي واحد. ثاني شيء ملعب الصناعة، هسه أنا ما أقول ملعب الصناعة غير جيد، لا، بس ملعب الصناعة أقل نوعية من الملاعب اللي لعبنا عليها، تعرف لاعبين منتخب محترفين يلعبون على أرض، يعني انجبرت أنا غير أسلوب اللعب، انجبرت على هذا الملعب، لأن لاعب ما يقدر يلعب يعني يلعب كرة قدم، أنا متيقن من هذا الشيء، مستحيل أي فريق بالعالم يقدر ينقل 6 نقلات 7 نقلات في هذا الملعب، لكن الحمد لله على كل حال أنا أعتقد إحنا المباراة السابقة أدينا أحسن أداء. المباراة القوة الجوية بالكاس أبهر الجميع حقيقة الأداء، وأيضا مع الكرخ طرد لاعب، وشفتوا اللي صار، ما أحب أدخل بهاي المواضيع بحياتي، ما أحكي على الحكم ولا راح أسيء الحكم قدر ما أنا أقول الحكم حالة من حالي، أنا أخطأ هو هم يخطأ، الله يوفقهم إن شاء الله. أعتذر مرة ثانية جماهير على الأداء، لكن مبروك لفريقنا على النتيجة، وهاي تدفعنا أيضا إن شاء الله بالأيام القادمة للنتائج الجيدة. المحترف محمود المواس لكورة الشرطة لا يقف على لاعب سواء بقيت أم رحلت. الحمد لله على كل حال، مباريات من مباراة من أصعب المباريات اللي لعبتها بالدوري العراقي، ملعب صعب وجو صعب، الساعة 4:30 ما مباراة سهلة، لكن إخواني اللاعبين كانوا أبطال، بتشكرهم واحد واحد، الحمد لله على كل حال، شكرا لجماهيرنا المساندة بالسراء والضراء، لكن نتمنى منهم إنه يساندونا أكثر، نحن ما زلنا بالمنافسة، ما زلنا مثل ما تعرف انت فرق، حتى لو فاز الجويه فرق نقطه، لكن الحمد لله اذا ما بعزمه الجمهور وعزمه اخوان اللاعبين ما نحقق اي بطوله، وبالنهايه كاتب رب العالمين بده يصير. بعض الجماهير ما راضي على اداء اللاعبين، انزعاج من الخساره السابقه. مثل ما بتعرف انت الدوري نقاط اكثر من مستوى، لكن يعني بهيك ملعب بدك تأدي مستوى مستحيل، ملعب كثير صعب والاجواء صعبه، واتوقع يمكن هذا من اصعب الملاعب لعبت فيه بحياتي. المواس هذا الموسم الاخير مع الشرطه، الصحف القطريه تداولت هيك اشياء، شنو وضعك؟ والله انا تركيزي هلا على 8 مباريات، لكن قدر الله يعني القادم افضل بيكون لي ولنادي الشرطه، نادي الشرطه ما يوقف لا على لاعب واحد ولا على 10 لاعبين، نادي الشرطه جاب من افضل المحترفين سواء المواس ولا الابله ولا الابله ولا راح يجي ان شاء الله، بتمنى لك التوفيق لهم سواء ضليت ولا برا. كورة يتابع ردود أفعال جماهير الشرطة بعد الفوز على الصناعة. قناتكم شكرا لقناتها المحترمة قناة الفرات. اليوم فوز مهم بالنسبة لنا، لأن الخصم تعرف قريب عليك جدا. المستوى اللي مطلوب كنا نريده بالمباراة كان ما مطلوب اليوم باللعبة. فإن شاء الله بمباراة زاخو راح نشوف شيء مختلف ونشوف لاعبينه
بغير صيغه وبغير لعب ان شاء الله. الكادر التدريبي ونشكر اللاعبين ونشكر الاداره، لان المهم هي ثلاث نقاط، وبعد التعويض ماكو كابتن، وعندنا جايه بزاخو. ارادوا ثلاث نقاط مهمه، يبقى الفريق بالوصيف حتى ان شاء الله ننتظر على التعثر الجويه. كلش مهم الفوز، وانا شوف راح اقول لك، انا اطلب من الجمهور بانه رده الفعل مال، خلنا اقول لك كل رده فعل فيها. على أرضه نفط البصرة يخسر أمام النفط بالثلاثة وينعش آماله قليلا بالابتعاد من شبح الهبوط. صامل ثلاثة أهداف على فريق محترم مستوى فريق نفط البصرة هاي لا شك فيه، لكن إلى مسببات أول مباراتين السابقة للفريق أمام الطلبة والقوة الجوية حصلنا ثلاث نقاط، مباراة عالية المستوى بأداء فني رفيع أمام القوة الجوية لكن خسرناها، لكن انعكاسها كان هاي المباراة. مع احترامات الفريق نفط البصرة فريق محترم جدا، لكن فريقنا كان بأعلى جاهزية، اليوم سجلنا ثلاث أهداف يعني جميلة صراحة، لكن ما نغبن حق فريق نفط البصرة، كان فريق إلى حضوره وإلى خطورته على مرمانا، والحمد لله وشكرا. يمكن النتيجة هي تحصيل حاصل صار. بالنسبة للملاعب احنا يعني نقول بركة، يعني احنا كنا نلعب يمكن عندنا ملعب واحد بالعراق كله، لكن هسه وين تروح ملاعب، يعني هو هذا فقط الحسنه الوحيده بحكومتنا كلها هي ملاعبنا. الحمد لله والشكر ثلاث نقاط مهمه، مباراه كانت جيده، ضيعنا كثير من الفرص، لكن الحمد لله والشكر سجلنا ثلاث اهداف محققه، ان شاء الله نحقق مسيرنا في ان شاء الله نتائج ايجابيه في المباراه. الكابتن ولي كريم ما زال الأمل موجود لمنتخب الشباب في المونديال. أنا حتى لو أقول لك أداء الفريق كان كلش ممتاز، لكن الفريق خسران أربعة، يعني ما نقدر نقول فريق أداء جيد، الفريق مر بنكسة، نتمنى إن شاء الله يعيدون حساباتهم، عندنا مباراتين، الفوز والتعادل ممكن يأهلنا كثالث، أفضل ثالث، الورقة ما زالت موجودة، نحتاج إعادة الثقة، نحتاج إعادة التركيز، فقط نحتاج التركيز وإعادة الثقة بين المدرب واللاعبين والاتحاد ككادر كامل، نشجع المدرب ونعطي ثقة باللاعبين حتى يعيدون نشاطاتهم، لأن الأربعة تخسر ويا أوروغواي جدا صعب. الكابتن عادل نعمة يوجه رسالة إلى بعثة منتخب الشباب، ابتعدوا عن الظهور الإعلامي، لانه هاي تشكل ضغط كبير. الان المطلوب حتى الناس المسؤوله الابتعاد عن الاعلام، فقط التركيز على العمل تصحيح الاخطاء، لان هذا الظهور للاعلام المتكرر راح يسلط ضغط اكبر على اللاعبين، خصوصا بهذه الفتره، لان كم التعليقات والردود والسوشيال ميديا. انا داخل بطوله، ابتعد عن هاي الامور كلها، ما اسمع ما اشوف اي شيء، فقط تركيزي بالبطوله، تحليل منتخب تونس، تحليل منتخب انجلترا، نقاط ضعفهم، نقاط قوتهم، نقاط ضعف اللي ظهرت بها المباراه، شلون اقدر اصححها بيومين وبدون الظهور الاعلامي، بدون، فقط خلي عملي هو يتكلم. يعني اكيد الفروقات كبيره، بس احنا بصراحه احكي كان طموحنا اكبر. الطموح خلي يكون طموح، الانسان بدون طموح لا شيء، بس الطموح لا يكون خارج الواقعيه، خلي تكون الواقعيه ضمن حدود الطموح، ضمن حدود الواقعيه حتى تقدر يكون انتاجك جيد. الكابتن احمد صلاح، هذه امكانيه منتخب الشباب ويجب تصحيح الاخطاء امام تونس. منتخب الشباب وصوله لكاس العالم بحد ذاته انجاز، فانا اللي اتمناه من اخواني المدربين المحللين الجمهور ان لا يضغطون على المنتخب، يعني هو صعودنا انجاز رغم الامكانيات الفرديه اللي شفناها، يعني انا شفت المباراه ويا الاوروغواي، يعني الفوارق واضحه، القوه الجسمانيه، القوه البدنيه، فما اعتقد يعني هاي الهجمه ما اعرف شنو الغايه من عندها. يحتاج ان نحترم الفريق التونسي اكثر، وبعد هاي امكانياتنا نجتهد اكثر نصلح اخطائنا، انا اعتقد اخطاء فرديه كانت من اللاعبين، يعني مو خطا بالتكتيك، يعني اخطاء فرديه، القوه الجسمانيه بيني وبينك انت اقوى من عندي، فهذا اللي صار بالمباراه، نتامل دعمهم ان شاء الله من قبل الجميع، وهذا منتخب عراق، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق وفي امان. تحية أخرى مشاهدينا الأكارم، ضيوف كورة هذا المساء كل من الكابتن غانم إبراهيم مدرب حراس المرمى، حياك الله كابتن، أهلا وسهلا بك في ظهورك الأول بكورة. صحيح؟ صحيح. ليش مقاطعنا كان؟ شو عندك ويانا؟ مو مقاطعة، وإنما الإعلام بعيد عن مدربين الحراس. مظلومين مدربي الحراس؟
صح اي مظلومين طبعا زين لان كل العمل اللي يقومون به دكتور حسين وكابتن وصفي عمل صعب يعني مو اي واحد يجيده. راح نحكي بالموضوع وايضا ارحب اجمل ترحيب بالدكتور حسين جبار مدرب وحراس المرمى. حياك الله كابتن، اهلا وسهلا فيك. حياك الله استاذ علي وشكرا جزيلا على الاستضافه. هذا هم ظهورك الاول ويانا؟ هاي طلعت هاي كباتن طلعت هاي صوت لنا وصوتكم. لا لا هي شوف استاذ علي طبعا هو طبعا يتحمل السبب الاول هو الاعلام، لان حقيقة مدربي حراس المرمى دائما بعيدين عن الاعلام. شوفهم يعني اكثر عزلة لان دائما ما يهتمون بالمدربين الاول، وهذا المركز طبعا هو مهم جدا، المفروض يكون دائما صاحبين الاختصاص. احنا دائما نستضيف كابتن جليل، عماد هاشم، ابراهيم سالم، غيره، بس حظنا وياكم ما قاعد دكتور. لا لا هو هم ظهور يعني حتى الولد يعني كابتن عماد ولا كابتن جليل او كابتن ابراهيم هم ظهورهم قليل او قليل. الدكتور عبد الكريم هم ظهور. وارحب ايضا بالكابتن وصفي جبار مدرب حراس المرمى، حلقه خاصه بكم اليوم. الله يسلمك. اشكرك. ممنون استاذ علي، والله مشتاقين لك. الله يسلمك. شو وقت اخر مره طلعت وياي؟ تحياتنا لقناه الفرات. حياك الله حج غانم دكتور حسين. اخر مره ثاني اخر مره يعني على برنامج على المنتخب اتصور. ايه برنامج على المنتخب هنا بكره. هنا بكره. ايه منو كان وياك؟ دكتور صالح راضي والله يرحمه توفى. مدرب شيت مدرب نادي الطلبه. لا صبا عبد الجليل. لا ما اتذكر والله. ايه و دكتور صالح كابتن علي هادي ايضا مره. لا انا وعلي هادي كنا ويانا حلقه خاصه. ايه الله يرحمه هم بهذا الاستوديو. بهذا الاستوديو ايه 2016 يمكن اعتقد. ايه انت هواي طالع ويانا كابتن. ايه دلل. حياك الله يا كابتن مره اخرى. خلي نتحدث بالبدايه عن مواجهة مهمة بعد أقل من ساعة لمنتخب الشباب أمام تونس، مباراة تصحيح المسار، هذا هو عنوانها صح؟ شلون تشوفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شيء أكيد هاي المباراة مهمة للمنتخب الشباب، نتأمل يعني المنتخب يقدم مباراة تليق بسمعة الكرة العراقية بعد الخسارة المؤلمة أمام باراغواي، وهذه خسارة أوروغواي متوقعة متوقع الخساره لو النتيجه. لا النتيجه بغض النظر انه احنا مثل شاركنا ببطوله مستوى عالي، لاعبين يقتدون الخبره، لاعبين يعني اتوا لهالبطوله معسكرات يعني صح معسكرات صار لكن معسكرات ليست مستوى المطلوب. تعرف الفريق اللي لعبنا وياه لعب كاس العالم كم مره، لعب كوبو امريكا، الدوري مالتهم قوي ينتج لاعب قوي، اما احنا اللاعبين منتخب شباب عناصر جيده، يحتاج الوقت، يحتاج معسكرات، بالمستقبل راح يكونون اعمده للمنتخبات الوطنيه. ممكن يظهر بصوره مختلفه اليوم؟ طبعا لازم بعد يعني المدرب يصحح الاخطاء، يغير بتشكيله الفريق، رغم انه الفريق التونسي ليس فريق سهل. فنتمنى اليوم من الكادر التدريبي تصحيح الاخطاء والعمل على الفاعليه الهجوميه وتغيير مراكز اللعب اللاعبين على اثرها ممكن ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه. شلون ممكن يتم تجاوز المباراه الاولى؟ يعني شنو المطلوب من الجهاز الفني نفسيا العمل مع اللاعبين دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا من خلال رؤيتنا المباراه الاولى بغض النظر على إمكانية الإعداد اللي صارت اللي بإسبانيا، أنا برأيي بالبداية يعني قبل هذا السؤال إحنا ونجي كيفية الإعداد اللي صارت، هل هي كانت إعداد مثالية للمنتخب الشباب كأس عالم يلعب مع هذه المجموعة؟ فنشوف اليوم إحنا من أمريكا الجنوبية فريق اللي هو الأوروغواني، وعندك من أفريقيا وعندك نعم من أوروبا. من أفريقيا وعندك من أوروبا. أنا يعني جزء الكباتن وحتى حضرتك وحتى الإعلام لو نرجع للخلف ونشوف وين اللي صار الإعداد، هو بإسبانيا ولعبنا ويا البرازيل اللي هي بطلة أمريكا اللي صعدت الأول. أمريكا طبعا البرازيل دائما ما يمتاز بالسرعة والمهارة عكس الفرق الراحلين اللي لعبوا بها، هي دائما ما تمتاز بالقوة والسرعة. إحنا كان المفروض فترة الإعداد نلعب مع منتخبات تتميز بالقوة والسرعة لكي تتوازى مع قوة المنتخبات اللي لعب معها.
هذا جانب. أنا برأيي كان فترة الإعداد غير مثالية، وكان بمكان الملاك التدريبي والإخوان في اللجنة الفنية أو بالاتحاد بأن كان هناك خطة مدروسة للمنتخب لتكون فترة إعداد مثالية، وبالتالي يطلع بالمظهر اللائق. يعني ما كنا موفقين باختيار المباريات. لا لا، أنا برأيي غير موفقين، ويعرفون الكباتين يعني أنت اليوم من مدرب من تختار لازم تختار على ضوء الإمكانيات، محاكات منه المشابه لك أنت في المباراة. أنت اليوم تروح أنا ألعب اليوم، المفروض إحنا نختار الفرق النيوزلندي أو فريق اسكتلندي مقارب لإنجلترا. أروح اليوم أنا ألعب مثل ما ألعب مع البرازيل، اختار اروح المكسيك وغيرها القريبه، اختار من امريكا الثانيه الشماليه القريبه على قوه والامكانيات الجسمانيه والقوه والسرعه اللي يمتلك الفريق الاورغواني. اضافه العب من فرق افريقيا، المغرب او الجزائر او مصر، حتى تكون مشابهه للفرق اللي راح العب لها. طبعا احنا ماكو واحد تجي مباراه برازيل ويرفض مهما كان الفرق اللي وياك بالبرازيل. نعم أنا وياك نعم البرازيل، لكن هل هي البرازيل مشابهة للفرق اللي راح نلعب معاها؟ بس هي بطل أمريكا. نعم أنا وياك بطل هذه وياك. وبعدين إحنا لازم ساد علي، هذه الشغلات علمية يعني، وكل العالم من يريد يختار معسكرات يختار مشابه لمنتخبات مشابه للمجموعة اللي أنت راح تلعب. إذا كان المنتخب أقوى ما يفيدني شيء، اكيد طبعا تلعبوا البرازيل طبعا، بس هل هو البرازيل يعني نفس الامكانيه، مع اعتزازي واحترامي يعني هل هو نفس الامكانيه؟ ترى كاس العالم تختلف اجواء، تختلف عن اجواء بطوله اسيا، وتختلف عن اجواء غير البطولات. كاس العالم تعطي رهبه كبيره للاعبين والمدربين. انا عشتها بسنه 2019 من منتخب الناشئين شاركنا بكاس العالم. هم راح اسالك بالموضوع قبل ان اخذ راي كابتن وصفي، شنو المطلوب في هذه المباراة؟ أنت اليوم ضمن الجهاز الفني، شنو المحاضرة اللي ممكن تقولها اللاعبين قبل المباراة؟ طبعاً بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أختلف عن زملائي حقيقة. أحسن منتخب نعد إعداد جيد منتخب الشباب. منتخب الشباب مستوى طالع من بطولة من بطولة آسيا يعني، بس الخساره يعني وارده نفس ما قال الدكتور. المفروض يختارون اجواء يعني قريبه عن الفرق الافريقيه مثل يعني مثل منتخب تونس، منتخب الجزائر، ويختارون احد من فرق امريكا الجنوبيه بالاضافه فريق اوروبي واحد على مود يكمل الاعداد مال الفريق. جيد اليوم لازم عماد محمد لازم يجهز اللاعبين نفسيا اكثر من ما هي بدنيا حقيقه. شغل نفسي أكثر شيء نفسي طبعا، يجهزهم للمباراة، لأن الصحف والإعلام مالنا شوية تأذى بها منتخبنا. وأنا هم أطلب من عندهم نفس ما قال كابتن أعتقد كابتن أحمد صلاح، كابتن يعني عادل النعمة اللي وجه لهم رسالة. نعم يبتعدون عن الإعلام، يبتعدون عن السوشيال ميديا، يعني لعماد محمد، لعدنان درجال، للبعثة، هم اللاعبين ما ظلوا ولا شفنا لهم تصريح. لا أكيد كابتن للاعبين للكادر التدريبي. الكادر التدريبي طبعا. تقول لهم شنو؟ ما له علاقة كابتن عدنان بالفريق. زين شو تقول لهم للكادر التدريبي؟ تعدوا على التصريحات الإعلامية؟ طبعا تعاد عن التصريحات، تعاد دخول موبايلات مالتهم مثل يعني قبل يومين. كابتن وصفي ترى اللاعب خاصة بهذه الأعمار ما كل يوم ما يباوع لا اعلام ولا موبايل ولا تلفزيون، مبعيدين تعرف احنا المفروض هذا هم بعيدين كل البعد ما عدا بس الملاك التدريبي استاذ علي. بس طبعاً الملاك التدريبي رساله كابتن وصفي. نعم عماد محمد وكادر المساعد بالضبط. هو هذا الابتعاد ليش تصريح المدرب ياثر يعني على لا هو ما ياثر اصلا. هو ما صرح لقناه بعينه، هو صرح للمكتب الاعلامي للاتحاد. استاذ علي كلام احنا شلون يعد للمباراه مال تونس هذا اليوم؟ تفضل الكابتن. اول شيء هو الاعداد النفسي مهم جدا لهذه المباراه، ثانيا تصحيح الاخطاء اللي وجدت في المباراه السابقه مع الاورغواني، خاصه اضافه تحليل الفريق العكسية. نعم تحليل الفريق المنافس، الفريق التونسي. الفريق التونسي انا شاهدته مع لا ما راح اسالك على الفريق التونسي. نعم. حتى لا نقفز وحده كابتن، انت مع تغيير التشكيل اللي لعب بيه بالمباراه الاولى يعني عدد من اللاعبين حسب وجهه نظرك؟ اكيد هو المدرب يعرف ادواته طبعا. هاي المباراه اعتقد راح يغير بالتشكيل المنتخب الشباب، يضع اللاعبين في مراكزهم الحقيقيه او يشرك لاعبين كان هو بالاساس
ما مقدمهم المباراة الأولى زي. فأعتقد أنه هاي المباراة لحصول التغيرات بها حتى أسلوب لعب الفريق حيتغير، لأن الفريق التونسي فريق جيد لا يستهان به، زين فريق منظم، لاعبين عندهم حتى محترفين خارج تونس. فأعتقد اليوم المدرب اللي حيغير من تشكيلة فريق، بس هاي التشكيلة الحارس نفسه حسين حسن، قلوب الدفاع آدم طالب ورومان، قاعد كاظم، كاظم على اليمين مخليه مقعد آلاي فاضل، وعلى اليسار سجاد محمد نفسه. بالوسط سجاد ألكساندر محمد وسجاد مهدي، سجاد محمد مهدي سجاد مهدي ألكساندر أوراها بالوسط علي صادق وياه وحيدر عبد الكريم، على اليمين يوسف الأمين، على اليسار علي جاسم، وللأمام عبد القادر أيوب. فأكو تغييرات، تغييرات أربعة طبعا، علي جاسم على اليسار، علي جاسم يمكن لو يلعب خلف المهاجمين مو دكتور أفضل، لأن يمتلك مهارة سرعة مراوغة، فأعتقد يمكن خلف المهاجمين أفضل، لأن هاي اللي يعني تاخذ من جهده. يعني انا اشوف ان هاي التشكيله مال المنتخب متوازنه حقيقه، بالاضافه الى حقيقه ترى الفريق التونسي هم عندهم اجسام نفس منتخب الاوروغواي. اي نعم طبعا طبعا، لاعبين محترفين عندهم يعني عكس اجسام لاعبي منتخبنا الوطني. زين شلون نشوف جلوس آلاي فاضل؟ والله هاي ترجع للمدرب، اعتقد المدرب هو ادرى بادواته. ممكن اللاعب ما قدم هاي المباراة، ما قدم فكر المدرب، ما قدم اللي يريده من عند المدرب. وايضا غياب كابتن الفريق عبد الرزاق قاسم دكتور. اي هاي يعني هاي استاذ علي، خلينا نكون واقعيين. انا مو مع استدعاء آلاي فاضل، آلاي فاضل خاصة احنا اللاعب طبيعة اللاعب العراقي بنلعب منتخب بطني وترجع الى الرديف او الشباب راح ما يقدم لك، وانا باعتقادي كان سبب من اسباب خسارة الفريق منتخب الشباب هو آلاي فاضل. لو نراجع الاهداف اللي صارت، ثلاثة اهداف هي من جهة اليمين ما عدا الهدف الاخير في الوقت الاضافي اجى من كرة ثابتة بضربة الزاوية. الهدف الاول والهدف الثاني يتدخل بسبب مباشر، إضافة حتى الهدف الثالث هو من جهته، هذا جزء مهم. اما عبد الرزاق قاسم كان غير جيد، ويعني كان غير فعال لا من الناحيه الدفاعيه ولا من الناحيه الهجوميه، واني باعتقادي جلوسه مفيد جدا. انا بالمباراه الاولى اللي ادت الى خسارتنا تلاعب بالمراكز اللاعبين، انت اليوم فريق انت جاي متماسك ومتالف بالخطوط وجاي ثاني على اسيا وكنت قريب انت تاخذ بطوله اسيا. كان من المفترض ما اضيف اللاعبين ولا العب بالمراكز، خاصه من علي جاسم من شفناه بالمباراه الاولى مهاجم ما ينطيك مثل ما ينطيك انت خلف المهاجمين، لان علي ممتاز بالمهاره بالسرعه بالقوه ذني كلهن عده، فيقدر ويحب مساحات يجي من الخلف. هذا اليوم حتى من يلعب جهه اليسار هو هذا لعبته اول بدايته، لان كان سبق وان كان مثل عندنا بالمنتخب هو هذه بدايته، هو شبه يسر حتى من كان مع الكابتن فيصل عزيز بالمنتخب الناشئين هو هذه بدايته، هو شبه يسار زين. فانا باعتقادي ان كان شبه يسرى او كان خلف المهاجمين هو نفس الشيء، بس الافضل إلى كان يلعب خلف المهاجمين، بالتالي ليسوي زياده عدديه لان بامكانه عنده السرعه عنده القوه عنده المهاره، كان افضل يلعب بهذا المكان. هو دائما ما لعبه في بطوله اسيا في هذا المكان وانتج وانطى فاعليه لفه. ايش تعرف عن منتخب تونس دكتور؟ شنو معلوماتك عن تأهله لكأس العالم؟ خلينا نرجع شويه للمنتخب التونسي ونرجع نوازن ونقارن كيف صعد المنتخب التونسي وكيف صعد المنتخب العراقي. منتخب التونس صعد في عسر ولا فوز عنده بهذه البطوله. بالتصفيات؟ بالتصفيات نعم. ولا فوز عنده وصعد فريق الرابع، لان من افريقيا صعدوا اربع فرق، هو الفريق رقم اربعه يعني المتذيل. كله تعادلات؟ نعم كله تعادلات. من صعدوا؟ اول ما صعدوا اقالوا المدرب مالته. مدرب منتخب تونس؟ نعم اقالوا المدرب. يعني ما راضين على نتائجه؟ نعم كانوا ما راضين نهائيا، واقالوا المدرب اللي هو اسمه عادل السليمي. زين اجوا يسوون فتره الاعداد هي في شهر رمضان. سووا تجمع يومين فقط، وبعدين لان اغلب اللاعبين هم بالدوري، فما اغلب اللاعبين بالترجي او الفرق الاخرى ما التحقوا، بس اللاعبين اللي هم البدلاء. يعني الانديه ما فرغت لاعبيها؟ ما فرغت لاعبيها. ورا اسبوع تفرغوا ثلاثه ايام، سووا تجمع كمعسكر. هذا اللي سووا فتره اعداد.
زين جابوا مدرب التحق معاهم هاي الفتره اللي رادوا يسوون مع فتره اعداد ما لحقوا. وين صارت فتره اعدادهم؟ هي قبل بطوله كاس العالم بالارجنتين بعشرة ايام، عملوا هناك معسكر اللي عندهم لاعب في الدوري الانجليزي يلعب دوري درجه ثانيه من افضل اللاعبين اللي يلعب اللي هو هذا موجود، يعني الوحيد هو العلامة الفارغة بالموجود بالفريق التونسي. نعم. هذا اللي موجود. أما أنت هسه نقارن كل كإعلام كرياضيين إحنا غيرها من الجمهور الرياضي نقول فترة الإعداد مثالية للمنتخب أفضل من يعني المنتخب التونسي، لكن الفوارق الحقيقية للفئات السنية الموجودة هل هي نفس اللي موجودة إحنا اللي عندنا؟ أنا باعتباره أقول القاعدة اللي موجودة في تونس أو بالمغرب بأفريقيا عامة هي أفضل من اللي قاعدة اللي عندنا من الناحية البنى التحتية، من ناحية الدور اللي مستمر، العمر التدريبي المتواجد في الفئات السنية العفو موجودة بالتسلسل، أضافة إلى مدربين على مستوى عال يختلفون. إحنا بظروف كابتن خلينا ندخل بصلب الموضوع، بظروف هذه المباراة مو ظروف متشابهة الفريق المحتاجين إلى نتيجة إيجابية مصالحة جماهيرهم؟ خلنا احنا هنا نقول هل منتخبنا قادر ان يفوز هذا اليوم؟ يقدر بان يفوز على المنتخب التونسي؟ نعم يقدر اذا بامكاننا صححنا اخطائنا. من هي اخطائنا؟ احنا اليوم خلنا نكون واقعيين، شفنا الاهداف اللي صارت خاصه الاهداف ثلاثه الاهداف اللي دخلت هي بمن بضربه الراس كرات عرضيه عاليه. احنا اشباه الوسط اللي موجودين استاذ علي قصار القامة وليس أطوال القامة، التونسيين دائما يتميزون بطول القامة أضافة للبنى الجسمانية الضخمة اللي موجودة عندهم مبنين بناء صحيح. إحنا هنا إذا نجي للحارس حسين حسن حارس ممتاز وكان له دور فعال في التصفيات والنهائيات آسيا، وكان هو له فضل في وصول يعني على المركز الثاني، وكان بإمكان الفريق يطلع من هذه الدوار لولا وجوده. لكن حسين حسن بالكرات العرضية، احنا عندنا حارس مرمى يدافع عن المرمى وحارس يدافع عن منطقة المرمى. حسين حسن ليه الميزة بيه السيئة أو السلبية مع الأسف اللي هي بين خط الستة يارد وبين نقطة الجزاء، كل كرة عرضية بهذه المناطق ما يخرج لها، وهذه دائما ما يتميز بها الفرق الإفريقية والفرق الإنجليزية. هاي مشكلة طبعا دكتور ياسر، مشكلة تواجهنا حتى بالعراق، يعني حتى بالعراق تواجهنا هواي حراس ما يطلعون بالكرات. السؤال يتحمل حسين حسن بعض الاهداف في مباراه الاوروغواي؟ يعني هم بشكل عام من ضمنهم الحارس اتصور كانوا شويه عندهم نوع من الارتباك او الخوف المباراه، ان شاء الله اليوم يحققون فد نتيجه. الحارس لو خط الدفاع والمهاجم كل الفريق كل الفريق لا مو هذا السؤال باعتباركم اختصاص. انا اتوقع يعني هدفيا يتحملهن الحارس وباقي الاهداف يتحملون الدفاع، عدم التغطيه المدافعين ما يغطون. رايك كابتن؟ اللاعب اللي داخل الست ياردات الاهداف هاني نعم يتحمل هدفين يتحمل هدفين كذلك الهدف الاول والثالث الاول نفس الوقت. تمام اكو ملاحظه يعرف الدكتور وكابتن وصفي ان الحارس ترى ما لعب بالدوري العراقي مباراه هوايه مباراتين وثلاثه مباريات بما فيها هذا هم تاثير وحده. الشغله الثانيه الحراس البدلاء ما شفناهم يلعبون بالدوري مو دكتور؟ نعم. ونفس الوقت ما شفناهم بالمباراه التجريبيه اشركناهم، ممكن نحن اليوم صار عندنا اصابه حارس هاي كل شيء يصير او طرد حارس. احنا كان مفروض يعني نهيئ حارسيا هكذا بطوله، يمكن اكو احد البطولات يمكن علي عبادي نعم انصاب نزل محمد حسن حارس بديل، مع العلم محمد حسن ما يمتلك البنى الجسميه مثل علي عباده طويل قصير لكن صح. ادى هذا مو يعني دكتور حسين موجود نتكلم ولا احنا نلوم كابتن نوري، لكن يفترض هكذا بطوله انه نتابع حراسنا حتى بالدوري يشتركون نصحح اخطائهم. المنافسات ما تدرب تدريب عام، تدريب على اخطاء الفريق المقابل لك، شو يلعب ضربات ثابته يمتاز بالضربات الثابته، يمتاز بالكرات الجانبيه، يمتاز بالكرات المرتده، على اثرها احنا نعمل وحدات تدريبيه خاصه قصيره المدى وليس تدريبات
عامة، التدريب العام ما يخدم الحارس. تقصد في كل بطولة؟ طبعا اشتغل مع الحراس شخصي طبعا. نعم. حتى على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية، يعني مثل انه اخذ مثل فريق يصعد الدرجة الأولى، عندك حارسين، حارس خبرة واثنين خبرة وواحد شباب، ممكن الحراس ما توفقوا انه انت لازم تهيئ لك حارس يكون على مستوى عالي من الأداء. اللي وشفنا اللي تقص التحجي، يعني الساد علي يقص الحجي بين البطولات، دائما هي البطولات قصيرة، دائما ما تكون قصيرة. أهم. وقتها تلعب لك 3 مباريات، إذا أنت تصعد يجوز ما توصل 6 مباريات أو 7 مباريات وأنت تأخذ بطولة. يقصد الحجي هنا أنت من عملك خلال هذا العملك، لأن أنت خلصت فترة الإعداد العام والإعداد الخاص، اليوم دخلت بالمنافسات. العمل مالك راح لازم أنت تكون عندك فكرة عن كل منتخب طبعاً. متواجد وياك، تشتغل وفقا لظروف المنتخب. نعم. تشتغل على الشكو شيء قوة، نقاط قوة الفريق، يعني المنافس والمهاجمين التدريب. والمدافعين. واقعية التدريب، واقعية التدريب، احنا الهدف من التدريب لظروف مشابهة للمباراة، مثل البنى الجسمانية الفريق المقابل بش امتاز بضربات الرأس، ضربات الثابتة، هذا اللي احنا نقصد عليه بس. زين، وبالتالي احنا درسنا المنتخب الأوروغواي وشاف الكابتن عماد وطرحه، لكن بالنتيجة الأخطاء هي صح لو لا؟ طرق دكتور حسين انه مواصفات لاعبين منتخب العراقي مو في المواصفات لاعبين الفريق المنافس. زين، لو تحدثنا عن حضور او تواجد رئيس الاتحاد، مدرب منتخبنا الوطني كاساس، احنا تحدثنا انه قلنا عامل ايجابي راح يحفز اللاعبين، ممكن صار اكو ارتداد انه تشكل ضغط على لاعبينا وهم شباب بهذا العمر؟ يعني بالنسبه لي يعني حسب رايي متواضع، كابتن عدنان درجال ضروري تواجده، بس المدرب كازاس المفروض ما يحضر يسافر ويا الفريق الارجنتين. يعني اعمار اللاعبين صغير، هو رايح لمن؟ يعني يكتشف لاعبين يعني يدرس مثل المنتخب؟ اي طبعا. اكو بطوله هنا، بطوله راح تصير مال غرب اسيا، وين؟ بالكويت لو هنا؟ بالكويت. بالكويت؟ يروح هناك يشوف لاعبين يختار. احنا غير نريد نتدرج منتخب شباب، منتخب الاولمبي، منتخب اولمبي، منتخب وطني. يعني تواجد كاساس خطأ؟ طبعا. ما سألت محلل فني. لا ضروري. خطأ كلش كبير. والله. من ناحية بس يقول لك اكو لاعبين منتخب الشباب مهيئين ما يخالف، مو هذا اللاعب راح يرتبي، يقول لك هذا مدرب منتخب. فلازم انطي، لازم كذا، لازم هذا يصير الارتباك. وهل تتفقوا يا دكتور؟ يعني هنا اتخالف مع الكابتن كابتن وصفي. دائما ما يكون، لان محفز، كل محفز في علم النفس هو يكون يصير صالح اللاعب. بالعكس انا اشوف وجود كاساس هو محفز للاعبين. ليش؟ دائما ما يعطيهم الاندفاع للمنتخب الوطني، والدليل سحب منهم لاعبين، استدعاهم للمنتخب الوطني، وهذا يعطي دافع للاخرين. اما وجود كابتن عدنان درجال والباقيين بالاتحاد، هم دائما ما متواجدين معاهم بالتصفيات بالبطولات الاخرى، فدائما هم ما متواجدين، وصار عندهم هذا في التكيف، حاله تكيف دائما. وهذه مو ليس المره الاولى، سبق وان سافر معاهم كاساس الاسباني وشاف اللعبات الوديه اللي هناك، اللي جرت تقريبا ما لعبوا 6 مباريات أو 7 مباريات تقريبا، اللي هي دائما احنا نقول هاي هي اعداد مثال، وهي ليس. احنا بس ترى مباراة البرازيل والباقي هي مع شباب الأندية. طيب خلي نتابع تصريح محترف القوة الجوية غيث معروفي وهو يتمنى فوز منتخب تونس على منتخب الشباب. هذا التصريح راح يزعل الجماهير العراقية وجماهير القوة الجوية، لكن هو من حقه بلده. نتابع إن شاء الله يا رب فوز المنتخب التونسي، بالطبع هذا بلادي والأولوية للبلدي، والحمد لله مريت شيء من البلد العراق، كل الأشياء الحلوة، الناس الطيبة، الحمد لله حظ أوفر للفريقين، وإن شاء الله الفوز لتونس يا رب. توقعك للنتيجة 2-0 إن شاء الله المنتخب التونسي، إن شاء الله يا رب. إن شاء الله تأكدي على اليوم؟ بإذن الله، عدنا فريق زين، يعني فريق زين والله بصراحة. إن شاء الله يشرفونا اليوم، يشرفوا 13 مليون وراهم، وإن شاء الله 3 نقاط اليوم تخلينا نترشح إن شاء الله للدور اللي بعده إن شاء الله.
والله يا غيث علاقتك بجمهور الجويه العراقيه راح تخرب من هذا التصريح. لكن هو وفاء حق مشروع على وطنه البلد مالته الوطن مالته هذا وفاء حقيقي. زين بالنتيجه هي مباراه انا دربت بلبنان كانت بطوله كاس اسيا يمكن منتخب العراق هناك هم صرحت نفس التصريح زين ان شاء الله منتخبنا وضع المجموعه يعطيك ادفانتج كابتن يعني من يصعد افضل اربع ثوالث ممكن الامل موجود بعد عندك مباراتين على ارض الواقع اكيد هو الكابتن شاف الكابتن عماد شاف الاخطاء اللي صارت علينا ان شاء الله يعالجها بالمعالجه يعني ان شاء الله معالجه بالوحدات التدريبيه اليوم ما بقى نص ساعه يمكن اقل على بدايه المباراه اكيد معالجه وانا صرحت انا ما عندي فيس صرحت باحد الجروبات قلت الشوط الاول انتهى 0-0 الشوط الاول انتهى 0-0 انا قلت الشوط الثاني راح يصير يعني شوط مدربين لهذا السبب كابتن عماد ما استغل الاخطاء اللي يعني كان يعني شوط تقصد انتهى 0-0 العراق والاوروغواي اوروغواي انتهى 1-0 1-0 انتهى 1-0 قلت لازم نعم 1-0 حتى اجب دقيقة قلت لازم يحدد الاخطاء دقيقة 37 بالضبط نعم يحدد الاخطاء وان شاء الله يعالجها بالشوط الثاني. شو متوقع النتيجة؟ انا متوقع نخسر بس مو اربعة مو اربعة لا متوقع نخسر اثنين بس اربعة صعبة هواية اربعة طبعا هواية زين بالمقابل فوز انجلترا بمباراتين ايضا يخفف علينا ممكن بالمباراه الثالثه تلعب بالفريق الثاني. اكيد احنا اليوم اذا طلعنا فايزين نحمد الله ونشكره واذا تعادل هم الف الحمد لله والشكر تبقى مباراه واحده. واذا لا سامح الله خساره. يعني اذا خسرنا احنا طلعنا خارج البطوله. ليش؟ تبقى عندك مباراه؟ يعني صعبه اشوفها. شنو حظوظ المجموعه كانت؟ هذا سؤالك مهم جدا استاذ علي طبعا هذا وحتى تعرف الجماهير ولا جماهير هل هي حظوظنا اليوم كيف يعني خلينا نكون واقعيين استاذ علي احنا اذا نرجع للمجموعه الاولى والثانيه بس اعطيني كل السيناريوهات في حال تعادل العراق وتونس او الخساره لا سامح الله او الفوز استاذ علي هن ست مجاميع زين والست المجاميع من يمهن الاول والثاني ذني يعني صاعدات اوكي خلينا نكون واقعيين احنا اليوم مجموعتنا نجي لمجموعتنا الفريق الاورجواني وفريق الانجليزي هذول صاعدين اوتوماتيكي اول وثاني اول وثاني البطاقه بينك وبين تونس بين كل واحد عنده اليوم ثلاث نقاط احنا ولا لا مو بيننا وبين تونس ليس بيننا وبين تونس استاذ علي لان احنا لا المجاميع الاخرى لازم واضح طبعا انا قصدي خطف البطاقه الثالثه هو اليوم انت لو تونس احنا اليوم حظوظنا في مباراه تونس احنا اليوم علينا أن نفوز على تونس يصير عندنا ثلاثة نقاط نعم. ويبقى عندنا بين حظ وين نتعادل مع القبترة إذا تعادلنا يصير لنا حظوظ أنت اليوم المجموعة الأولى والمجموعة اللي الثانية خلص عبرت الفرق الأول والثاني اللي بقت أوزباكستان اللي عدتها نقطة وعدتها مع أضعف واحد بال فممكن يصير عدتها أربع نقاط نعم ومليون بالمية يعني لأن هذا الفريق اللي صفر هو أضعف فريق راح تلعب وياه واللي عندك الإكوادور عندهم ثلاث نقاط اللي وياهم وعندها مباراة مع جزر فيجي اللي هي عدتها صفر من النقاط طبعا هاي راح شو يصير عدتها صير عدتها ست نقاط وراح بالتالي هي صاعدة ثالث يعني تمام زين وعندك سلوفاكيا عندها ثلاث نقاط وتلعب مع امريكا اللي هي مصدره بست نقاط هذه باعتبارها يعني واملها ضعيف بس يعني تبقى عندها ثلاث نقاط تدري شنو عقدت لي المساله انه حتى ثالث جوز ما تحصل نعم ما تصعد نعم 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 تبقى وين المجاميع الاخرى اللي تلعب يوم السبت القادم راح تحدد من الفرق اللي تصعد ومن اللي فرق راح تتنافس على الثالث صحيح. احنا اليوم لا بديل غير الفوز صح لان انت ما معقول اليوم انت تتعادل وتريد تفوز مثلا على انجلترا تتعادل مع تونس وتفوز على انجلترا جايتك ضامن لا شوف استاذ علي انا مع طرح الاخوان بعيد عن الحسابات أي. التاهل او غير التاهل نعم انه احنا هاي الفتره كسبنا منتخب يضم عناصر جيده اعمده بالمستقبل رافد المنتخبات الوطنية نعم. علينا من الآن التخطيط إعداد هذا المنتخب مع منتخب الأولمبي هاي النواة الحقيقية لرافد المنتخب الأول زين.
معسكرات، إقامة مباراة على مستوى عالي، الاهتمام بهذه الفئة، بطولة كأس العالم أعتقد مستوى عالي، كانت أعلى من مستوانا، أعلى من مستوانا. بطولة آسيا مو مستوى حقيقي يكشف لك أنه أنت قادر على تفوز بمجموعتك أو التأهل. زين. فأعتقد أنه هاي بطولة حجي، هل هي هذه البطولة مال كأس العالم مال الأرجنتين، هل هي أصعب من بطولة اللي صارت بتركيا 2013؟ لا طبعا مو، شوف أنت لسن الأعمار، إحنا هاي خامس مشاركة عندنا أذا تسمح دكتور. لا أنا بدي يجاوبك بصلب القضية. الأعمار دكتور، الأعمار بالسابق تختلف عن الأعمار الآن، أعمار حقيقية. إحنا سهل الأعمار من نريد نتكلم بها، ذا نتكلم راح نخرج غير موضوع. لا لا إحنا مو مثل نترك دكتور، بس أنا رأيي الشخصي إنه اللي فترة اللي عدنا بتركيا يمكن كان الأعمار يعني يمكن تفوق أعمار الآن لاعبين صغار يعني. يعني قبل كنا نزور هسه ما نزور؟ والله شوفوا التزوير مو وليدة اليوم. لا مو يضحك الدكتور. لا لا مو مو أنا دكتور. والله جاوبني. أنا وايد أتطرق لهذا بصراحة، إيه؟ لأن إذا نطرق نزعل هواي ناس. إيه. حتى الآن. نعم لحد الآن، لحد الآن. بس على تصريحك راح يكون صادم. لا لا أنا أقول لك لحد الآن. وبعدين لأن إحنا ما نريد نشر غسيلنا على الإعلام، بالإعلام هالسون قدام العالم، لأن إحنا هسه في مهمة غنى عنها. مو أكو ناس صورت إنه هذا المنتخب وسواه الحاليين هو النواة الحقيقية. إذا تكلم، إذا تكلم يزعل. بينما أنتم من كنتوا على المنتخب كان كل واحد فاتح له، مو كل واحد شايل سيفه علينا. مو؟ نعم كل واحد شايل سيفه. زين ليش الآن وين السيوف اللي كانت علينا؟ ليش هسه السيوف خمدت؟ ليش كانت تفسيرك؟ ليش؟ ما اعرف. هو انا هنا لازم يعني وين الجواب؟ ما هسه واحد منهم الكابتن يقول لك منتخب ما بي. لا انا ما هسه ما اعرف هذا، وبعدين انا اقول له واعطيه الدليل وبالاسماء. ورا البرنامج؟ نعم. خطيني اياهم انا اقول. اعطيك يا عمي اذا منتخب مزور بعد ليش احنا جايين نضم على العالم؟ انا ما اسعف هذا خارج الموضوع. طيب ساد علي. طيب طيب اريد اسالك بنقطه جدا مهمة دكتور حتى ننتقل للمحور الآخر. محمد عماد محمد وتعرض للإصابة يوم أمس بالتدريبات، وهذا اللاعب ما أعرف القضية أخذت أكبر من حجبها بالإعلام وصار عليه شد وجذب وآراء متباينة. انظلم هذا اللاعب لأن أبو عماد محمد، لو أنت شنو رأيك بالموضوع؟ والله شوف أستاذ علي خلينا نكون واقعيين، هواي لاعبين يعني اندمروا من وراء اباهم، والله ابوه نجم، خلينا نكون واقعيين، لان الولد امكانيته زينه ومقدر، مو بس هو المدرب حتى الويا الولد المساعدين يشوفون بهذا اللاعب جيد، والدليل باللعب بالمباريات التجريبيه سجل اهداف. زين ليش احنا نظلم الرجل والله الا ابوه كابتن عماد محمد؟ يعني يبتلي لاعب كره القدم يكون ابوه نجم؟ مو هي هاي المصيبه احنا ليش احنا لاجم هذا؟ سافر للنيبال وي منتخب، وسافر ما اعرف يا دوله بعد اوروبيه ونفس الشيء راسا بعدوه عن المنتخب. ليش؟ لان ابوه وصفه جبار. لا والله. اي والله. وهذا الحديث نفسه لكابتن يونس عبد علي ونفسه لمدر حيمه ونفسه طبعاً. حتى شو السر؟ عم كابتن ابراهيم امي انا متورط مباشر. ابراهيم هي هاي المصيبه دائما النجم اذا ابنه يصير لاعب يعني هجمه تصير ما يعني مع الاسف. زين شلون تشوفون مجموعه منتخبنا الاولمبي الكويت مكاو تيمور الشرقيه كابتن؟ شوف كابتن انا قلت لك المنتخب الاولمبي لازم من الان يمر فتره الاعداد مثاليه. حلو. اول شيء معسكرات، مباراة على مستوى عالي، عمل كذا تدريبي، عم ساعة ما لازمهم كابتن راضي هسه. اي هاي مشكلة ساعة ما متجمعوا يدعون الاتحاد ما يطوق. ثاني شيء تتصور انه هاي المجموعة رح تكون سهلة بالنسبة إليك، العالم قلت سهلة. شرق آسيا وغرب آسيا بدأت تتطور. أول شيء تفتح أكاديميات ترسل لاعبيها للخارج تطوير مهارات، إقامة دوري او بطولات بين هاي الدول، فبدت هاي الدول تتطور. زين بتفاجئ انه باكر عقب مثلا تعادل مع مكاو. على طاري كابتن راضي، شلون علاقتك بكابتن راضي؟ جيده، وكابتن راضي من المدربين اللي اصحاب فضل عليه. طبعا ايه كابتن راضي يعني اوجه له التحيه انه جابني بظروف يمكن كانت
صعبة، مو اي واحد يجي يدرب مثل. بس ما استمريتوا كابتن تعملوا مسؤول. والله شوفوا انتم اكثر من تجربه واكثر من اي صحيح، وكانت تجربه ناجحه ولذلك سالتك عن علاقتك به. اي ناجحه لكن هو ارتبط بقطر، وانا كنت بنادي الشرطه، من رجع بالمنتخب انا وين رحت؟ للقوة الجويه، العفو للزوراء. فلهذا سبب انه يعني صار يعني مثل ابتعدنا احنا العمل سوية، لكن متواجد الآن أخونا صالح حميد مدرب جيد. شنو المطلوب من راضش نيشل لتحضير هذا المنتخب؟ وإحنا تحدثنا لحد الآن حتى ما متجمعين. هو جاي يواجه مشكلة حقيقة، يعني اللاعبين احنا سبق حكيناها كثير من الفضائيات، ما يقدر يفرغ اللاعب مالته، يقول لك أنا صارف عليه فلوس، صارف عليه عقود، أفرغ قبل 72 ساعة يعني، والدوري ما شغال تدريبي، فصعب اللاعب يفرغ، الإدارة تفرغ اللاعب منتخب الأرمني. على مستوى حراسة المرمى عندنا أزمة بالعراق حسب رأيك؟ أكيد طبعا دكتور. لا أنا هم متخالف مع الكابتن، ما عاد شنو خلصتها متخالف ويا تدري ليش؟ صار لي 12 سنة مش شايفه. تدري ليش أستاذ علي؟ اللي أزمة ليس أزمة حراس مرمى، أنا باعتقادي أزمة جزء أزعل هاي الكلام مدربي. أزمة مدربي حراس مرمى في الفئات السنية اللي موجودة. صح، إحنا دائما ما متواجدين مدربين فقط للنجوم. بالفئات السنية. نعم في الفئات السنية، لأن أنا من سبق وين عملنا بالمنتخبات، منتخب الناشئين أو الشباب، ما تجي تلقى لك حارس مرمى جاهز، يعني تأسس أنت من جديد، تجيبه بس مجرد تأسيسه خطأ أبد كلها، يعني قاعدة بس مواصفات، بس مواصفات شوف أول موهبة أو مواصفات الطول بس، ما تلقى لا مهارة لا كذا لا. صحيح. يعني إضافة حتى الانتقاء بيكون بصورة صحيحة بهذه الأندية، وإلا موجود اليوم حاليا موجودين في الدوري النخبة تقريب من 9 إلى 12 حارس مرمى اللي هم أغلبهم شباب اللي يصدون. أستذكر تصريح للكابتن نور صبري في برنامج كورة يقول عندنا أزمة في مركز حراسة المرمى، وإذا اعتزل جلال حسن نعاني. ليش أزمة؟ هيك قاله. خلنا الموقع إذا تسمح لي. عندنا فهد طالب. لا هذول كلهم أعمارهم كبيرة، خلنا نكون واقعيين. هل علي عبادي غير حارس جيد؟ لا جيد. أعرف أنت مختص. لا خلنا إحنا هسه نتناقش كمدربين. لا حارس جيد. حارس مرمى جيد ويلعب أساسي اليوم. عبد العزيز عمار هل هو حارس سيء اليوم اللي يلعب وكان من حراس المرمى الممتازين في نادي كربلاء؟ نعم. هذا واحد. عبد العزيز رضا عزيز اللي يلعب اليوم في نادي الديوانية اللي هو بالأولمبي هل هذا حارس سيء؟ داخل شكلهم عدتهم الدكتور هذول بعد عاجبك حراس الدوري؟ لا أنا بالنسبة عفوا دكتور خلي كمل وبعدين أنا عندك أسماء معينة؟ لا مو بس أسماء. ها سنة 1999 كنت مدرب بالصرح الكبير نادي القوة الجوية. نعم. أيام كرة القدم إحدى تصريحاتي جريدة البعث الرياضي، فسألني أستاذ عماد البكري قال هل توجد أزمة في حراسة المرمى؟ زين. قلت لا توجد أزمة الآن، لكن المستقبل ينظر بالخطر. إحنا الآن عندنا حراس، لكن الدور العراقي ما يكشف الأخطاء الحقيقية، ومستوى الحارس من نلعب مستويات عليا اللي تفضل دكتور حسين رأيه محترم ربما، لكن احنا كم حارس عندنا اشترك جلال مثل قاعد اليوم مباراة واشترك أساسي، كم حارس عندنا؟ ماكو. يعني كنا أيام كتنش بأيام كتنش وأيام زيكو وأيام نكلب بالحارس الأول ونركن الحارسين الباقين، وهذا خطأ. لا أكو نقطة مهمة حج، يمكن الكابتن موجود بها ولعبت أنت بالمنتخبات المنتخب الوطني حج. كابتن وصف من كان كابتن فتاح كابتن رعد وفتاح وكاظم شبيب، من اللي كان وياهم دائما اللي يروح؟ مو أنتم؟ يعني أني أحمد جاسم شباب؟ أني أحمد جاسم مو أحسنت شباب، وبعدين إجا عماد هاشم اللي مع الكبات اللي عمره كان في وقتها 19 سنة أو 20 سنة شنو تيروح؟ لا احتكاك تقصد؟ لا ساد هي بناء ساد علي. إحنا اليوم أنا شنو الغاية؟ أنا بنجيب حارس منتخب وطني عمره 38 أو 34 سنة وهو احتياط ثالث ورابع، أنا شو أسوي؟ صحيح. شو اسوي؟ ليش ما اجيب انا حارس مرمى عمره 20 22 داعده للمستقبل بعد 3 سنوات او 4 سنوات؟ جلال من يحتزل منتخبات عندهم، عندك منتخب ناشئين وشباب، ما هو احنا هاللي نقوله، احنا عندنا حراس مرمى الشباب اذا تسمع. لا عندنا حراس مرمى الشباب
اللي ياخذ دوره الثاني الثالث او الثاني خلي يجيبان اثنين متقاربين للمنتخب زين، وعد الثالث والرابع وزيتهم بالمباراه التدريبيه ولا اجيبهم واخليهم بالمنتخب يتعايشون، وبالتالي انا بعد الاعتزال زين 3 سنوات أو 4 سنوات انا حدي جاهزين حراس دول الشباب. طيب قبل لا انتقل للمتابعه، افضل حارس مرمى بالعراق حاليا منو كابتن؟ والله الان شوف كل حراس يقدمون، اريد اسم حتى انتقل انا مثلا جلال موجود، جلال حسن، جلال حسن عندك مثل اسد يقدم مثل حارس مثل علي كاظم كابتن حارس جيد يعني علي كاظم ابو نفط الوسط اي نعم. حارس متمكن عندك ثاني واحد شاب واحد شباب راح تعدهم كلهم وانا اريد واحد لا نعطيك ثلاثة مثلا ثلاثة عندك رضا حارس الديوانية حارس جيد يمتلك مواصفات عندك ثلاثة اسماء كابتن طبعا انا دا اشوف اليوم هو رقم واحد جلال 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 حسن خلينا نكون واقعيين حتى نال بخص حق هذا الرجل مضافة لحراس الشباب اللي دائما ما ولهم تأثير اليوم في فريقهم انا على ضوء النتائج واللي يقدموه مستويات اللي هو علي عبادي في الكهرباء وعبد العزيز عمار في كربلاء دي يقدمون مستويات راقيه جدا واضافه ل يعني من خلال مشاهدتي لهم مع الفرق الجماهيريه اللي قدموا مستوى تمام رائع واضافه لرضا هم حارس جيد طبعا جلال حسن كلكم اتفقتوا على جلال حسن وحارس مرمى الديوانيه الحراس جيدين نعم حتى التكنيكه يعني برجليه كل برجل زين بالاضافه الى حارس مرمى كربلاء نعم متفقين احنا لو بدنا قلت لك لا كابتن علي احنا اكو مساله واحده مو قلت لك احنا بدنا ننظر الى الدوري العراقي طبعا الدوري العراقي احنا ارجع واقول ما يكشف الاخطاء الحقيقيه والمستوى الحقيقي بنلعب على مستويات عليا فاحنا طيب. احنا ظلينا على جلال وهمنا الباقين نعم هاي مشكله هاي الجويه يهزم نفط الوسط وكوره يتابع تصريحات الفريقين لما الجوية الفوز فوز صعب أمام فريق كبير نفط الوسط كنت تغلب على أغلب الفرق حتى تغلب علينا المرحلة الأولى تغلب على الشرطة الزوراء فريق كبير نوجه له التحية فريقنا كان جيد متسيد خطأ واحد الشوط الأول لكن هذا قيمة الفريق الكبير عاد وسجلنا الهدف الثاني كنا نعاني بعض الغيابات بايش وكرار وبعض اللاعبين لكن الحمد لله وشكر كرة القدم في نهاية الدوري الثلاث نقاط أهم من المستوى لكن عندما يقترن الأداء مع النتيجة هذا جيد ممتاز بالبداية مبروك الفريق الجوية وهارد لك فريقنا أعتقد إحنا الشوط الأول كان فريقنا يعني جيد بس الشوط الثاني يعني شوي قل التركيز عندنا وتعرف إحنا الشوط الأول تقريبا 4 فرص يعني قولنا جول واحد شفت الفرص الجوية إحنا فرصنا أكثر من فرص الجوية بس هم يعني استفادوا من الفرصه الفرصتين اللي جتهم فريقنا كان جيد اعتقد تعرف انت الظروف اللي جاي يمر بها الفريق مشاكل ماديه الحمد لله وشكر على كل حال مباراه صعبه ضد فريق القوه الجويه من الفرق الممتازه قدمنا مباراه نقدر نقول ممتازه كنا نقدر ناخذ المباراه تعرف ما حالفنا الحظ الظروف شوي صعبه يمر بها الفريق عندنا مباراة جاية ملعبنا إن شاء الله نقدر نحقق نتائج إيجابية الحمد لله والشكر يعني أكيد المباراة كانت صعبة ظل الجو الشوط الثاني كان متعب صراحة فريقنا قدم اللي عليه إن شاء الله أنه نطمح أنه نعزز صدارتنا بالمباريات القادمة تعرف شكرا لجميع المتحدثين وصلنا لختام الحلقة كباتن شكرا جزيلا لكم طبعا يراد لنا حلقه بس عن الحراس أيوة. والله يا رب مو هيك شيء احنا هسه نقصنا بس واحد بس الكابتن ابراهيم سالم نجيبه حتى الصر استاذ علي بس قبل لا تختم يعني خلينا نكون حتى منصفين لان غبنا حق الحارس حسن علي ابو العفو حسن احمد ابو طلبه لان حارس صحيح اي والله ممتاز ومن حراس الشباب اللي لهم مستقبل واعد في المنتخب الوطني ونقطه كابتن علي نتمنى القائمين بالاتحاد الكره الاهتمام بالمنتخب الاولمبي اعطوه حقه حق المدرب وحق اللاعبين المدرب يعاني الله يساعده فنتمنى من الاتحاد النظر بقضيه الكابتن راضي شنيشل احنا عندنا حلقه قريبه ويا الكابتن راضي عطار هو داز رساله ولو خلص الوقت بس خليني اشوف بس دائما هي رسائل الكابتن راضي طويله فما راح الحق اقراها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لضيوفك الكرام. ما هو رأيهم في حارس الطلبة حسن أحمد؟ ها احنا أعتقد سوف يكون له مستقبل كبير للكرة العراقية. تحياتي واحترامي. شكرا جزيلا كابتن راضي. فعلا هذه الملاحظة حكوها الكباتن بالكواليس والدكتور حكاها بعد قبل الختام. شكرا جزيلا لكم كباتن. الشكر موصول لكم مشاهدينا. نلتقي غدا. السلام عليكم ورحمة الله.